الرحمن الرحيم تجربتنا اليوم اللي هي الـ Identification of Aldehyde and Ketones طبعا مثل ما تعرفون الـ والكيتون هي عبارة عن مركبات عضوية تحتوي على Functional Group ووضحنا سابقا في مختبرات سابقة ومحاضرات سابقة شنو معنات المركبات الهيدروكربونية نجي احنا هسه نريد نعرف شنو الالديهايد وشنو الكيتون طبعا الالتهايدات هي عباره عن مركبات تحتوي على جنرال فورمولا اللي هو R مثل ما تشوفوا هنا سي اتش او ار سي مركبات عضوية لكن الكيتونات هي ايضا هي عضويه لكن شنو هنا الار R والار برايم R ايش نقصد بها الار ممكن تكون مجموعه الكيليه والار برايم ايضا مجموعه الكيليه لكن مخالفه لها مثلا هنا عندنا يجوز ايثيل هنا بروبيل فحسب نوع السلسله يجوز تختلف وممكن انه تكون متشابهه هذا الالديهايد اللي هو عباره عن ار مرتبط بكربون وجود الاكسجين والهيدروجين هذه بصوره عامه هو شنو الـ الـ الفرق بين الالديهايد والكيتون بالالديهايد عندنا ذرة هيدروجين مرتبطة بمجموعة الكربونيل في حين بالكيتون ما عندنا ذرة هيدروجين مرتبطة بالكربونين. وهسا نعرف شنو وجود أو شي فرق لنا وجود ذرة الهيدروجين طبعا هنا مثل ما قلت لكم الآر ممكن أيضا أن تكون ألفاتية أو ممكن أن تكون أروماتية يعني هنا الآر ما محدداني فقط بالألفاتك. ممكن ألفاتك وممكن أروماتك. طبعا وابسط جزيئة من الالديهايدات اللي هي الفورمالديهايد اللي هو عبارة عن مركب اللي هو HCOH HCOH او احنا مرات نقول CH2O ومثل ما تعرفون لان هو ال -R ممكن ايضا انه يكون هنا يعني بالالديهايد ممكن انه يكون H اذا هنا هسه نرجع بالالديهايد ممكن انه تكون هنا ال R H وهنا H اللي هو من هو ابسط جزيئة اللي هو الفورمالديهايد أو ممكن إنه يكون R ويكون الديهايد اعتيادي يحتوي على ذرة هيدروجين وحدة مرتبطة بمجموعة الكربونيل. بينما الكيتون هنا نشوف بمجموعتين مجموعتين R ما ممكن إنه تكون هذه الآر R وحدة من عندهم H لأن إذا كانت H راح يصير الديهايد. فوحدة من هذه الأر ممكن إنه تكون ممكن ألفاتية أو تكون أروماتية أو ممكن إنه اثنيناتهم يكونون ألفاتك يعني وحدة سلسلة طويلة أو قصيرة. أو مشابهة مش حسب نوع المركب طبعا مثل ما شفتوا both contain the group. يعني احنا عندنا الالديهايدات والكيتونات اثنيناتهم يحتون على مجموعة الكربونيل هذه مجموعة الكربونيل تنطيني, تنطيني خصايص فيزيائية وكيميائية للمركبات يعني انا مثل ما قلت لكم بالبداية قلت لكم الفانكشنال جروب الخاصة بكل آه، مجموعة من المركبات العضوية هي مسؤولة عن الصفات الفيزيائية والكيميائية إذا هو مو السلسلة هي المسؤولة وإنما نوع المجموعة نوع الفانكشنال جروب اللي مرتبطة بالمركب فهنا عندنا مجموعة كربونيل، إذا هذه هي راح تكون مسؤولة عن الصفات الفيزيائية والكيميائية مجموعة الألديهايدات مثل ما تعرفون أو مثل ما قلت لكم كل مركب ينتهي بهايد اللي مثلاً هنانا أصل ديهايد مثلاً هنا فورمال ديهايد إذا هذه الديهايد يعني باعوا هنا فور ألديهايد إس ألديهايد إذا هذه تعتبر ألديهايدات بروبانال ديهايد بنزال ديهايد إذا كل مركب ينتهي بنهايته بالمقطع ألديهايد إذا هو عبارة هذا عن مركب ألديهايدي في حين إنه الأسيتون إحنا راح ناخذ المقطع الأخير من عنده اللي هو أون، الأسيتون اللي هو جاي من كيتون. كيتون اللي هو المقطع الأخير الأسيتون. مثلاً هنا الأسيتوفينون، نشوف الأون هذه ال بالأخير هي عبارة جاية من الكيتون. المقطع الأخير من كي- أون، كيت- أون. هنا بنزل مثل كيتون. أحياناً إحنا مثلاً ما نقدر نسمي هذا المركب مثل الأسيتوفينون والأسيتون. وال فش نسوي نضيف لاخر شيء كيتون شلون احنا المركبات الالديهايديه مثلا بنزالديهايد صلصالديهايد اذا هنا نضيف لكيتون اند بنزوفينون اذا ارتبطت بالحلقه الأوروماتية مجموعه الكيتون نسميه بنزوفينون هنا مجاميع مختلفه بنزل مثل كيتون يعني عندي مجموعه ار شون مثلا من هنا وحده هنا بنزل وهنا مثل يعني أروماتية بأليفاتية فيصير بنزل مثل كيتون هاي بالنسبة إذا كان عندنا مركبات وشون نعرفها إذا ألديهايدية أو كيتونية من اسمها قبل لا أتطرق للكيميكال رياكشن بالمركبات اللي هي تعتبر ألديهايد أو كيتون شون أعرف أو أشخصها أو أميزها أه احنا راح أه نحكي شوية عن الالديهايدات والكيتونات <applause> طبعا الالديهايدات هي والكيتونات قدنا أه هن مركبات متشابهة تحتوي على مجموعة الكربونيل شلون تنتج هذه المركبات؟ انا اذا اريد مثلا الديهايد شلون من احصل الالديهايد الالديهايد يتحصل من اكسده الكحولات الاوليه اذا الالديهايد هو produced by oxidation of a primary الكحول oxidation of الكحول شنو primary الكحول يعني كحول اولي سوي له اكسده راح يتحول الى الديهايد في حين انه الكيتونات شلون اني احصل عليها؟ احصل عليها من اكسده اي نوع؟ اكسده الكحولات الثانويه اللي هي secondary الكحول اذا اني شلون احصل على الالديهيد؟ من اوكسديشن اوف برايمري الكحول اذا عندي secondary الكحول اسوي له اوكسديشن راح احصل على منو؟ راح احصل على الكيتون طبعا ممكن احنا قلنا انه يكون الكيتون طرفي او ممكن ان يكون مجموعه الكيتون وسطي، العفو ممكن ان تكون الألديهايدات طرفيه ليش؟ لانه الهيدروجين راح يكون بالنهايه ومجموعه الكيتونات راح تصير بالوسط حتى مثلا اذا عندي اني بروبان البروبان اذا أريد كيتون فبروبانون راح تكون عندي بالذره الوسطيه مجموعه الكربونيل، هذا بالنسبه للكيتون. لكن اني اذا عندي ألديهايد وين راح تكون ال ذرة مجموعة الكربونية راح تكون بالنهاية ومرتبط بها ذرة الهيدروجين. زين هسه انا عرفت شلون احصل على الكيتون والالديهايد قلنا من الاكسده واحد اكسد الكحول الاولي والثاني اكسد الكحول الثانوي زين اذا سويت اكسس اوف اوكسديشن يعني استمر بالاكسده للكحولات الاوليه ايش راح احصل راح ابقى على الالديهايد لا وانما راح حصل على مركبات أخرى أو من نوع آخر اللي هي الكاربوكسيليك أسيد. إذن further oxidized of aldehyde شو يسوي لي؟ produce carboxylic acid. while ketone شبي are not oxidized further. يعني أني بالكيتونات are not oxidized further. ما تتأكسد أكثر من الكيتونات. حتى للكيتونات. هنا سؤالي ليش ما تتاكسد الكيتونات في حين تتاكسد الألدهايدات اكثر؟ ليش؟ <applause> نعم بالضبط فيري جود لان اني بالكيتونات من آخر يعني اخر شيء اسوي اكسده للكحولات الثانويه واحصل على الكيتون ما عندي ذره هيدروجين حتى يتاكسد بعد في حين انه اني بالكحولات الاوليه من نحصل على الديهايد فالالديهايد عندنا ذره هيدروجين هذه ذره الهيدروجين هي اللي راح تتاكسد مره ثانيه حتى احصل على الكاربوكسيليك اسيد زين هنا هسه اني قبل لا اروح على التيست اللي اني اسوي بيه لازم اعرف انواع التيست احنا عندنا قلنا الالديهايد تتاكسد والكيتونات تتاكسد زين هنا أنا, أريد أكشف عن وجود الألديهايد أو الكيتون إذا شلون أعرف هذا هسه دخلت المختبر وأريد أعرف إنه هاني الكشف مالتي شلون أعرف هذا كشفي ألديهيد أو كيتون إحنا عادة بكل الكشوفات لجميع المركبات أو جميع الفانكشنال جروب لازم عندنا جنرال تيست هنا عندنا جنرال تيست وذ 2,4 داينيترو هيدرازين هذا الكشف اللي هو يكشف لي عن وجود مجاميع الألديهايد والكيتون، مو فقط الألديهايد او يعني الكيتونات وحد، لا اثنيناتهم يقول لي موجود بس ما يميز لي. يقول لي موجود عندي ألديهايد وكيتون، بس يا هو الألديهايد يا هو الكيتون ما اعرف. شنطيني هنا؟ طبعا بوث الالديهيد والكيتون give yellow or orange precipitate with 2,4-dinitrophenylhydrazine reagent، يعني انا اذا اخذت الكاشف 24 هيدرازين ورحت اشتغلت سويت تيست للمركب ماتي او الانون فراح سواء كان الديهايد او كيتون راح ينطيني نفس الكشف yellow or orange precipitate هذا بالنسبه للجنرال اذا هسه انا عرفت عندي اما الديهايد او كيتون زين شلون اعرف اميز انه هو هذا الالديهايد هذا الكيتون؟ لازم عندي نوع اخر اللي هو السبيشال تيست السبيشال تيست هنا شوفوا المعادلة الكيميائية اللي تخص تفاعل الكاشف عندنا هنا اثنين أربعة هذا هاي اثنين هذا طبعا رقم واحد اللي هو الهيدرازين NH 2 هذا هيدرازين المركب فمن أريد أسمي هاي اثنين هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا اثنين أربعة داي نايترو مجموعتين نايترو فنل هذه حلقة الفنل وهذا الهيدرازين اللي هو الهيدرازين عادة NH2 NH2 بس هنا لأنه ارتبط مجموعة الفنل فصار NH NH2 زائدا طبعا هنا عندي أني R و R ممكن أنه تكون هذه ال H أو ممكن أنه تكون قلنا الكل أو أروماتيك إذا هنا ليش قلنا هنا ممكن ال تكون H لأن هنا المركب أني عندي ممكن أنه يكون كيتون أو ألديهايد راح يتفاعل ويا من راح يتفاعل؟ راح يتفاعل ويا الهيدروجين ويا مجموعة الأمين اللي موجودة هنا، أنا يعني عندي NH2 ويا من ترتبط؟ راح ترتبط ويه الكربون، مجموعة الكربون أو ذرة الكربون المرتبطة بالكربونيل. اللي مرتبطة بالكربونيل. شنو نوع هذا التفاعل؟ تعرفون شنو نوع هذا التفاعل؟ تفعل استبدال استبدال شو ايش يصير عندي هنا دكتوره دكتوره استبدل ال اتش ان زين انتبهوا علي شويه هنا هذه ذره النيتروجين ايش تعتبر ايش تعتبر هذه ذره النيتروجين الكتروفيل لو نيكلوفيل نيكلوفيل اذا نش تحتوي؟ يب. نيكليوفيل تحتوي على شحنه سالبه هي شلون هاجمت ذره الكربون هنا؟ شلون زاحت الاكسجين وهي جت بمكانه؟ لانه هنا عندي النيتروجين راح يهاجم ذره الكربون بعد ان تنفتح هذه الآسرة هذا هنا يصير عندي بوزيتيف شارج والاكسجين يسحب الشحنه ويصير نيجاتيف شارج. بعدين تجي الهيدروجين اللي موجوده هنا ترتبط بالاكسجين ويصير عندي OH. إلى أن تنضاف ذرة هيدروجين ثانية فتنزاح على شكل جزيئة ماء مثل هنا بدنا نشوف تنزاح على شكل جزيئة ماء ويصير ارتباط النيتروجين ويا الكربون. عندي هنا أنا أني ذرة النيتروجين. ذرة النيتروجين هي احنا لان تحتوي على مزدوجات الكترونيه فهذه المزدوجات الالكترونيه هي اللي تهاجم اللي هو منه كربون الكربونيل احنا هنا عندنا فرق بالكهروسالبيه بين الاكسجين وبين الكربون الاكسجين عاده يسحب الشحنه يسحب الشحنه فيصير هنا عندي نيجاتيف تشارج وهنا يصير عندي بوزيتيف تشارج بما انه النيتروجين هو اصلا عنده مزدوج الكتروني لان اعتبرناه احنا نيكلوفيل. فإن من راح يهاجم؟ راح يهاجم الكربونيل هذا اللي موجود هنا. من يهاجم الكربونيل، طبعا اني يعني النيتروجين هنا ايش كم يشبع بثلاثة، يشبع راح يصير أربع أواصر. فوحدة من ذرات الهيدروجين إلمن من راح تروح؟ راح تروح للأكسجين يصير OH. وبالتالي يصير له ري أرينجمنت، تتحول وحدة من الهيدروجينات اللي موجودة هنا الثانية، يعني احنا عندنا اثنين، وين تروح؟ تروح هنا. على الأكسجين فراح ينزاح الأكسجين والآسرة اللي بين الكربون والنيتروجين تتحول تصير بيناتهم تصير آسرة مزدوجة مثل ما تشوفون هنا وتنزاح عندي جزيئة الماء هذا التفاعل إلى اسم إن شاء الله الأحد أريد بنعدكم تمام هذا التفاعل هسه اللي أمامكم إلى اسم معين يوم الاحد او الاثنين بالمختبر راح اسالكم شنو نوع هذا التفاعل راح يكون عليه درجه تفاعل الامين ومجموعة مجموعه الكربونيل شو يطلق على هذا التفاعل شنو اسمه زين نكمل الشرح مالتنا هسه احنا وصلنا للجنرال تيست قلنا الالديهايدات والكيتونات اثنيناتهم تنطي كشف ويا اثنين اربع داينايتروفينل هيدرازين بحيث احصل على اه يلو بريسبتيت او اورنج بريسبتيت طبعا البروسيجر تاخذون تو دروبس من الكمباوند او الانون ويا ثري دروبس من reagent فراسا راح يظهر لكم اه الراسب اللي هو اليلو طبعا هاي اذا احنا انطيناكم المركب انسولبل ان in يعني مذا بالماء فلازم نذوبه بالميثانول بعدين يلا نضيف لكن احنا راح نعطيكم مركبات ذائبه فما راح تحتاجون انه انتم تذوبوه بالميثانول فقط تاخذون كم دروب من الانون مالتكم وتحطوه له ويطلع لكم الراسب هسه انا عرفت شلون اكشف عن وجود الالديهايد او الكيتون زين هسه انا شلون اميز بين الالديهايدات والكيتونات؟ طبعا هنا عندي اسم السبيشال تيست السبيشال تيست شنو؟ السبيشال تيست شنو؟ عندي ثلاث انواع من الكشوفات الخاصة بالسبيشال تيست اللي هي تفرق لي بين الالديهايد والكيتون اللي هو تولن تيست وبندكت تيست وفهلينج تيست اذا عندي 3 تيست اوف specific test for uh, uh, يعني different differentiation between aldehyde and ketone اللي هو منهم تولن وفهلنج وبنديكت راح نجي على واحد واحد على مود افرق بين الالديهايدات والكيتونات اذا لازم اعرف انه الالديهايدات مثل ما قلت لكم بسهوله تتاكسد هنا مثل ما تشوفون الالديهايد كان easily اوكسيدايزد while كيتون cannot ليش؟ لانه الكيتونات ما عندها هيدروجين مثل الالديهايد، فالالديهايد بسهوله يتاكسد، في حين أن الكيتونات لعدم امتلاكها الهيدروجين فيحتاج لها سترونجر oxidizing ايجنت عامل مؤكسد قوي جدا حتى ياكسدها. احنا بصراحه عندنا قلت لكم ثلاثه اللي هي تولن وبندكت وفهلنج. لكن اللي احنا اللي راح ندرسه هو فقط اثنين اللي هو تولن وعندنا فهلينج التولن ريجنت والفهلينج ريجنت طبعا دوله ينطوني بوزيتيف ريزلت ويا من ويا الالديهايدات بوزيتيف ريزلت ويا الالديهايدات راح ندرس واحد واحد ونشوف شنو طبعا الادفانتجز والديس ادفانتجز اوف ذيس تو two... على التولن تيست اللي هو ريدكشن اوف امونيكال سيلفر نايتريت إحنا هنا راح يصير عندنا ريدكشن شنو راح يصير طبعا التونر أيجنت هو عبارة عن كومبينيشن of silver nitrate solution with ammonium hydroxide هنانا التونن تيست أو التونر أيجنت هو عبارة عن محلولين يمتزجون سوى محلولين وهو محلول silver nitrate ويا hydroxide الامونيوم طبعاً in the presence of sodium hydroxide solution فأحياناً إحنا نستعيب عن أنه ناخذ الأمونيوم هيدروكسيد، إش ناخذ هيدروكسيد الأمونيوم المائي يعني هو كامل هيدروكسيد الأمونيوم المائي أو أحياناً نضيف قاعدة اللي هو sodium hydroxide solution This reagent gives a silver mirror in the presence of aldehyde because the reaction between them involving the oxidation of the aldehyde مثل ما قلت لكم الالدهايد ليش تنطي كشف بوزيتيف لانه بسهوله تتاكسد بسهوله تعاني من الاكسده هنا ايش تنطيني بتونن تنطيني مراه فضيه وجود الالدهايد لما اجي اسوي كشف عن تونن راح ينطيني مراه فضيه زين إذا زيدت الأكسدة ايش راح يتحول؟ راح يتحول لي إلى كاربوكسيليك أسيد. ويا طبعا reduction of silver أيون from this agent to silver element in the form of silver mirror. يعني هنا من الفضة راح تتحول من أيون الفضة إلى عنصر الفضة. خلال عملية الأكسدة راح تتحول من أيون الفضة إلى عنصر الفضة فلذلك راح يكون silver mirror. هنا تشوفون هذا الفضه هنا عباره عن ايون لكن هنا ترسب الفضه طنطاني سيلفر ميرور اذا العمليه اللي تصير عندي هو شنو انا عندي الديهايد استمرار اضافه الكاشف اللي هو كاشف تونل راح يحوله الى قلنا شنو بالبدايه راح يأكسده من يتأكسد ايش حيسوي لي؟ حيحوله الى حامض كاربوكسيلي او ملح الحامض الكاربوكسيلي هذا الملح زائدا ايون الفضه فلذلك شوفون انتم احنا من نسوي اكسده بالالديهايدات وكاشف تولن باستمرار التخسين التسخين العفو راح تظهر مراه فضيه على جوانب اليوتيوب اثناء العمل هذا دليل على انه تحول من ايون الفضه صارت عندي او حتى عمليه الاكسده تحول من ايون الفضه الى عنصر الفضه معناته انه اني عندي الديهايد لان يعني هو اللي يقدر يحولها هاي بالنسبة إلى تولن لكن أكو ملاحظة إحنا نسويها قبل لا نشتغل تولن تولن من الرياجينات اللي جدا مهمة وبنفس الوقت خطرة يعني أنا ما أقدر أحضرها قبل يوم الرياجنت وأجي أقدر أشتغله بالمختبر لأنه ورد ثلاث ساعات أو أربع ساعات راح يسبب انفجار فعادة يكون التحضير مالته آنياً يعني at the same time يعني انتم رأسا تاخذون الكاشف وتحضروه رأسا وتضيفون عليه الأنون مالتكم حتى يترسب ويصير عندي مرآة فضية. طبعا العام صارت مشكلة بهالموضوع كان الكاشف محضر واللي كانوا موجودين بالمختبر او الطلاب ما عندهم دراية ان الكاشف ممكن انه يسبب مشاكل. فاثناء الاضافه وهم دا يضيفون انفجر عليهم وبعد طبعا اثار موجوده بالمختبر انفجر عليهم فهالسنه بصراحه يعني انا ما فضلت انتم تشتغلون به لانه ما نعرف احنا الجو وظروف اللي محيطه بالتفاعلات اللي تصير فلذلك كاشف تولن احنا ما راح نشغلكم اياه لكن انتم مطالبين به راح اشغلكم فقط كاشف فهلنج وهسه راح نجي نعرف شنو كاشف فهلنج تمام هسه واضح عندكم اذا تونن هو عباره عن نترات الفضه بوجود آه هيدروكسيد الامونيوم المائي من محلولين بعد انه نمزجهم راح نحصل على كاشف تونن هذا يعني انتبه لازم يكون إن حتى اقدر احصل على نتيجه لان من ابقي المحلول اكثر فتره ممكنه ممكن انه نتعرض للخطر اني واللي موجودين بالمختبر زين هسه هنا آه, طبعا قلنا ال Oxidation process عملية الأكسدة needs alkaline medium. إذا هنا عملية الأكسدة قلت لكم إحنا نحتاج ال NaOH. and in order to overcome the formation of the brown silver oxidized precipitate ammonium hydroxide is used to serve as complexing agent for this precipitate making it a water soluble complex يعني مثل ما قلت لكم أنا ممكن أنه أستعيض عن الـ sodium hydroxide أنه أستخدم ammonium uh, hydroxide uh, يخدمني بهالموضوع بدل ما استخدم صوديوم هيدروكسيد ممكن انه استخدم الامونيوم هيدروكسيد زين هنا انا طبعا ما احصل على الكاربوكسيليك اسيد ليش لانه لي انا مستخدمه صوديوم هيدروكسيد فراح احصل على السلت اوف Carboxylic اسيد يعني ملح الحامض الكاربوكسيلي وليس الكاربوكسيليك اسيد هذا طبعا ما يأثر الا اذا انتم مثلا ردتوا تشتغلوا بس هو كنتائج او رزلت عندكم ما راح تأثر اثناء الكشف. البروسيجر مال تولن ريجنت انا يعني راح اعبرها لان انتم ما راح تشتغلون تولن راح نروح على الكاشف الثاني اللي هو reduction of burning ريجنت هذا اللي هو راح نشتغله. هذا الكاشف هو نفس كاشف تولن. أيضا تزفنغوش between aldehyde from ketone فقط قلنا الالدهيدات can reduce fehling reagent شو راح حصل deep blue solution to give red copperous oxide a precipitate أن من أضيف الكاشف لهذا رح يصير deep blue solution محلول لونه أزرق مو معناتها تحول لا هذا هو لون الكاشف هذا لون الكاشف fehling طبعا يتكون من two سوليوشن uh, يتكون من محلولين محلول A هسه ان شاء الله تشتغلون به ومحلول B محلول A ناتج من مزج مواد معينة ومحلول B أيضا ناتج من مزج مواد أخرى معينة هذين المحلولين اللي هو بكاشف فهلينك من أني أجي أريد أسوي تيست وأريد أشوف منو من الألدهايد ومن الكيتون راح أجيب تيست تيوب دراي جافة وراح اخلي بيها شنو؟ راح اخلي بيها 2 مل، 1 مل من السوليوشن A اللي هو فهلنج A و1 مل من سوليوشن B اللي هو فهلنج B. إذا عندي فهلنج A وفهلنج B. آخذ 1 مل منها حجوم متساوية، 1 مل ب1 مل، نص مل نص مل. وأنا راح آخذ 1 ب1 مل. وأضيف عليه قطرات من الأنون اللي هو خاص بيه. طبعاً من أضيفهن راح اشوف Deep بلو سوليوشن مو معناته هذا تحول لا هذا هو لون الكاشف شو راح اسوي راح اروح اسخنه احطه بوتر باث وانتظر الى ان يتحول الى ريد Oxide مو لونه احمر لا وانما الراسب راح يتحول الى راسب احمر يعني من محلول لونه ازرق راح يتحول الى راسب بني الى بني محمر هذا معناته انه موجود عندي مركب الديهايدي اذا هذا يعني انه موجود عندي مركب الديهايدي شوف هنا طبعا هو مين جاي الكاشف فهلينج من النحاس ايون النحاس طبعا هذا هو كبريتات النحاس وبوجود ال إتش والحراره راح يتحول كوبر اللي هو اوكسيد النحاس بالاضافه الى هذا المعقد زائدا ال H2O استمرار الإضافة يتحول لي إلى كبر ميرور حالة حال الفضة شلون احنا بتونن؟ نفس الحالة بالفهلنج uh, هنا أنا راح تاخذون مو خمسة دروب راح ناخذ نحاول ثلاثة uh, دروب من المركب مالتنا طبعا واحد مل من فهلنج A واحد مل من فهلنج B أمزجهم سوا وأخلي عليهم ثلاثة قطرات من الانون مالتي واخليها بالووتر باث for 5 minutes with shaking for water ان سوليبل compounds إذا آني عندي مركبات مذائبة بالووتر قلت لكم إحنا نسوي لها shaking لكن آني بما أنه راح نعطيكم إياها soluble ما تحتاج لكن آه إذا كانت تحتاج نسوي لها shaking I'll change the color of the healing solution from blue to green orange precipitate قلت لكم اني عندي الراسب مرات يكون على شكل راسب بني محمر and then red precipitate or copper mirror او مرآه نحاسيه اللي هي لون تكون بنيه على محمره شلون اللون النحاس اذا اني راح يتحول بالبدايه من الازرق الى الاخضر طبعا اللون مال المحلول هو من الازرق للاخضر لكن الراسب بالبدايه حيصير على برتقالي بعدين الى ان يصير لونه احمر او بني محمر واذا استمرينا بالتسخين راح يتحول الى كفر اللي هو مراه نحاسيه الكيتونات dont change the color of this reagent يعني اني اذا اخذت كيتون معناتها شنو ما راح ينطيني نتيجه طبعا ملاحظة أخرى This test does not give sharp result with aromatic aldehyde طبعا بالالديهايدات الأروماتية أيضا فهلنج ما راح ينطيني نتيجة جدا قوية ينطيني نتيجة لكن مو بالقوة اللي كان عندي أو إذا كان عندي الدهايد الإليفاتي يعني بالالديهايدات الإليفاتية ينطيني نتيجة أكثر من الالديهايدات الأروماتية زين اكو عندنا special test for aldehyde and ketone containing a terminal methyl احنا هسه اخذنا في حال كان عندي اني الديهايد او كيتون شخصناهم هسه انا شنو عندي عندي الديهايدات او كيتونات بها تيرمينال ميثيل جروب يعني مجموعه ch 3 هذه اللي نشوفها هنا شلون اشخصها ذيس انكلود اللي هي من يتضمن هذه الديهايدات اللي عندي بها او الكيتونات ch 3 طرفيه عندي الاستالديهايد والاسيتون والاسيتوفينون اند بنزايل مثل كيتون بنزايل مثل كيتون اذا هذه المركبات اللي تحتوي على مجموعه مثل طرفيه شلون اشخصها عندي مجموعه من التيست اللي هي ايودو فورم الهالو فورم تيست وعندنا صوديوم آه نيتروبروسايد بروسايد تيست هذني احنا ما راح نشتغلهم بس لازم عندنا يكون اطلاع عليهم هنا يقول فورد details about procedure of the state هذا اللي موجود بالكحولات هذا ما راح نتطرق له بصراحة بس مجرد هذا نطلع انه انا شلون اكشف على مجموعة اذا اقول لكم كطرق راح تقولولي اللي هو كشف الايدوفورم فورم اللي هو الهالو تيست والصوديوم نايترو بروسايد تيست فقط مطالبين باسمائها لكن ما مطالبين بشغلها عندنا هنا تفاعل اسمه البوليمرايزيشن ريأكشن شنو تفاعل البولرمايزيشن رياكشن عندي هنا الفورمال ديهايد هذا اللي شوفوه الفورمال ديهايد امامكم اتش سي دبل بوند او اتش اور السلسل ديهايد السلسل ديهايد مركب السلسل ديهايد شلون كان او شلون الرمز مالته السلسل ديهايد هذا ايضا مطالبين انه تطلعون مركب وتطلعون عليه added 0.2 g of, uh, of resorcinol and drop by drop concentrated sulfuric acid to get a red or reddish violet color or a white ring that changed to reddish violet ring هذا اني شلون اعرف انه هذا المركب عندي بوليمر او راح يطلع لي هذا المركب بوليمر تفاعل الريسورسينول هذا الموجود هنا بمجموعتين OH. هذا المركب به مجموعتين H وهي <applause> الفورمالديهايد راح يكون لي بوجود السلفريك أسيد اللي هو H2SO4 الطرح جزيئة ماء راح يكون لي بوليمر إذا هذا تفاعل البوليمرايزيشن هو ناتج من الألديهايد مع الكحول تفاعل الألديهايد اللي هو الفورمالديهايد مع الكحول اللي هو الريسورسينول بزيادة كمية المركب من الريسورسينول بوجود حامض الكبريتيك المركز احصل على البوليمر اذا هذا تفاعل يسموه بولايزيشن ريكشن زين التيستات هنا عندنا السبيشال تيست اوف الديهايد ان كيتون اللي تكشفني عن التيرمينال ميثيل جروب فقط اسمائها يعني ما مطالبين انتم بيها ويا هي المركبات مثلا انا اقول لك اجيب لك مجموعه مركبات اقول لك مثلا الاسيتون مثلا الاسيتوفينون هذا شلون اكشف عن وجود مجموعه المثل الطرفيه راح تقول لي عندي تستين يا اما بالايدوفورم او الصوديوم نايتروبلوسايد مرات اجيب لك غير سؤال بغير صيغه اقول لك مثلا اني شنو المركبات اجيب لك مجموعه مركبات ايهم من هذه المركبات ممكن انه اكشف عنه بكشف الايودوفورم فانت راح تباوع على المركبات من اللي بي مجموعة مثل راح تقول لي هذا المركب أقدر أكشف عنه بهالطريقة ليش لأنه بي سي اتش 3 تمام ماما زين زين هسه عندنا قلنا رياكشن هذا هو تفاعل هذا انتم مطالبين به ميكانيكية التفاعل شلون بدها تحدث وبنفس الوقت مثل ما قلت لكم اريد اسم التفاعل الخاص باثنين اربعه داينايترو هيدرازين أه شلون يتفاعل ويا من ويا الالديهايد شنو هذه ميكانيكية التفاعل شنو اسمها انتم مطالبين بيها ان شاء الله يوم الاحد او الاثنين زين عندنا تفاعل اخر اسمه كانيزارو رياكشن شنو هذا كانيزارو رياكشن كانيزارو رياكشن هو عباره عن بنزالهايد بنزالديهايد بنزل, بنزل ديهايد اند دي الفورمال كان اندرجو ذس رياكشن ليش because they do not contain ان الفا هيدروجين اتوم اذا الكانيزارو ريكشن ليش يدخل او ليش سبب انه اني اخذ البنزالديهايد والصلصل ديهايد والفورمال ليش لانه عندهم آه العفو ما يكونون الفا هيدروجين ما عندهم الفا هيدروجين اتوم هسه راح اجي يقول in this type of reaction the aldehyde undergoes a self oxidation reduction يعني هو اكسدة واختزال بنفس التفاعل تفاعل يسموه self oxidation reaction يعني uh, تفاعل اكسدة اختزال in the presence of a strong base medium to yield a mixture of a corresponding alcohol and the salt of the corresponding carboxylic acid إذا نعيد أنا عندي هنا بنزل ديهايد, مثل ما تشوفوا أمامكم وعندي هنا منو عندي ايضا جزيئات اخرى من البنزالديهايد بوجود الـ NaOH والحراره راح يتحول وحده من عندهم راح تعاني اكسدة ووحده من عندهم راح تعاني اختزال تفاعل يسموه سيلف اوكسيديشن ريدكشن يعني هو تفاعل اكسدة اختزال وحده من جزيئات تتاكسد والثانيه تختزل اللي تتاكسد شو يصير بيها اللي تتاكسد ايش تنطيني؟ حاول تنطيني دكتوره اسيد مين حكى كاربوكسيليك اسيد؟ اها بما انه اني عندي اني قلت لكم الالديهايد من اللي اكسد ايش تعطيني ينطيني اسيد والثانيه اللي هي تختزل ايش راح تنطيني؟ تنطيني حامض كاربوكسيلي العفو راح تنطيني كحول دكتوره كحول اولي تمام تمام زين هسه اني اذا المركبات اللي ما تحتوي هسه تشوفون هذا هذا البنزلديهايد بي ألفا هيدروجين ما بي الفا هيدروجين هذه ما تعتبر الفا هيدروجين شلون اعرف الالفا هيدروجين الالفا هيدروجين هي ذره الكربون شوفوا ذره الكربون اللي مرتبطه بمجموعه الكربونيل وتحتوي على هيدروجين هذه هي هيدروجين الفا اعيد انا شلون اعرف هيدروجين الفا مو هذه هيدروجين الفا ترتبط مباشره بالكربونيل لا هذه ما يسموها هيدروجين الفا هيدروجين الفا عندي ذره كربون ترتبط بمجموعه الكربونيل ذره كربون ترتبط بمجموعه الكربونيل متصله بها هيدروجين هذه اللي هي اتش 3 اذا ما ترتبط مباشره بالكربونيل وانما ترتبط بذره كربون مرتبطه بذره الكربونيل او مجموعه الكربونيل اذا هذه الالفا هيدروجين هذه المركبات اللي تحتوي على الفا هيدروجين ما تدخل تفاعل كانيزارو ريأكشن. ما تدخل تفاعل كانيزارو ريأكشن. من يقلنا المركبات اللي تدخل تفاعل كانيزارو ريأكشن؟ قلنا البنزالديهيد، ديهايد والفورمالديهيد. ديهايد بذرتين هيدروجين ومجموعة كاربونين في الوسط. إذا تدخل كانيزارو ريأكشن. لكن بقية المركبات اللي حاوية على الألفا ما تدخل. التفاعل الخاص او التدخل هذه المركبات اسمه اوكسيديشن ريدكشن اسمه اوكسيديشن ريدكشن واضح ماما زين هذه طبعا طريقه انه اني حتى احضر بها مثل ما قلت لكم كان زارو ريكشن انتم ما راح تشتغلوها انتم مجرد حتشتغلون كشف على مود تميزون بين الألديهايدات والكيتونات هسه مختبرنا ان شاء الله اليوم وصلنا الى نهايته فما ادري اذا عندكم اي سؤال ما ما استفسار عن الشرح او شيء ما واضح عندكم اكو شيء ما واضح تقدرون تسالوني قبل لا ننتقل الى رابط الكويز دكتورة الوحيدة راح نشتغلها مع reduction of filling reagent راح نشتغل ال general test وال special test يعني راح نشتغل ويا الاثنين أربعة داي اللي هو general وراح نشتغل ويا ال special test اللي هو ويا ال تيست test ذا كي يميز لي نعم عفوا بنتي ذا كي يميز لي الالديهايدات والكيتونات بصوره عامه الاثنين اربعه داينايتروفينال هيدرازين والفهلينج يشخص لي هذا الديهايد وهذا كيتون الالديهايد ينطيني بوزيتيف ريزلت ويا الفهلينج. طبعا انتم مطالبين بالاشياء فقط اني اللي شرحتها مطالبين بيها اكو سؤال ماما ان شاء الله تكون تجربه سهله واضحه عندكم وبالمختبر ان شاء الله ايضا يوم الاحد او الاثنين اذا كنت موجوده اي سؤال او استفسار عندكم راح اكون وياكم خطوه بخطوه ولا تنسون الاشياء اللي ردتها منكم هسه راح انزل لكم الرابط طبعا